تتواصل الحشود المليونية تدفقها نحو كربلاء المقدسة لإحياء ذكرى زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، في وقت تستمر جهود الدوائر الخدمية بأداء خطتها المرسومة، فيما تسجل طرق الزائرين تعاونا وتنسيقا بين أصحاب المواكب والمؤسسات الخدمية والصحية. يتواصل التدفق البشري صوب كربلاء المقدسة سيرا على الأقدام لإحياء الزيارة الأربعينية، الشعيرة الدينية الأهم لمحبي أهل البيت. تشهد العاصمة بغداد كغيرها من محافظات الوسط والجنوب ذروة في هذه المراسم واستنثارا لجميع مواكب الخدمة بغية تدليل العقبة أمام الزائرين. الحمد لله والشكر، شوف هاي لا تمنعنا لا حار لا برد لا هاي، شوف نحن هسه بلبة الحر ومتوجهين للإمام الحسين سلام الله عليه. الأجواء حلوة رغم الحرارة وهاي، بس تلقى طفل صغير يعطيك كلاص ماي، طفلة صغيرة هاي تحسسك بشيء كلش حلو، الله شاهد. والأجواء إن شاء الله حلوة والحمد لله والشكر. جو صيف وجو حار، الزيارة تبدي من وراء صلاة الفجر، العالم تبدأ من المسير الحد الثمانية للتسعة الصبح، ومن الأربعة العصر تبقى مستمرة للوحدة للثنتين بالليل للثلاثة بالليل، لأن تدري الحمد لله الوضع الأمني كلش مستتب، والبركة بالقوات الأمنية كذلك الجيش والحشد الشعبي. استمرار يقابل باستنفار آخر لمؤسسات العاصمة الصحية والخدمية، ومن بينها الدوائر البلدية التي تسخر جميع إمكانياتها وملاكاتها من أجل المساهمة في إنجاح هذه الزيارة، إذ يؤشر المعنيون لخطة عمل أثمرت عن تعاون ملموس بين هذه الدوائر وأصحاب المواكب الحسينية. تقوم دائرة بلدية الدورة بمناسبة أربعينية استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بتقديم الخدمات إلى زوار الإمام ومشاركة قسم النظافة ومساندة كافة أقسام البلدية، قسم المجاري، قسم الماء، قسم الآليات، قسم الطرق، قسم الزراعة، وتقديم الخدمات على مدار الساعة. تم توزيع حاويات النفايات على المواكب، وتم توزيع أكياس النفايات، واستمرار بتوزيع الأكياس وإدخال الكابسات لرفع النفايات وتنظيف الموقع أول بأول. الأمور كل جيدة وإحنا تعاملنا كل زين وياهم، أكو نعطيهم مثل الأكياس، نعطيهم الحاويات، إذا يحتاجون المي خابرونا، سيارات الكابسات النفايات موجودة على مدار الساعة، وإضافة إلى إحنا تليفوناتنا متواصلين وياهم. وبين الجهود الخدمية والصحية هناك جهود أكبر تقوم بها المؤسسات الأمنية المنوط بها تأمين مراسم الزيارة الأربعينية وحماية الزائرين. خطوات يواصل المضي فيها محبو أهل البيت إحياء للشعائر الحسينية سيرا على الأقدام وصولا إلى كربلاء المقدسة. مصطفى علوش، الرابعة، بغداد.